السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العالم. مجلس الأهلي يعتمد لائحة النادي الأساسية ويرسلها للجنة الأولمبية. حسام البدري: الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة. والمنتخب الوطني يختتم تدريباته الليلة ببرج العرب قبل السفر لأوغندا. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر في اجتماعه الطارئ والذي عقد مساء أمس الأحد نتيجة الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. وقرر المجلس إرسال خطاب إلى اللجنة الأولمبية بنتيجة اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمالها بحضور 14975 عضو وموافقة 14917 عضو على لائحة النظام الأساسي الخاصة للنادي. ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي خطاب شكر لهيئة النيابة الإدارية والتي أشرفت على أعمال الجمعية العمومية بالنادي. وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لأعضاء النادي والذين تابعوا باهتمام الجمعية الخاصة باللائحة الجديدة للنادي والتي انتهت باعتمادها كلائحة رسمية للنظام الأساسي بالأهلي. وقدم مجلس الإدارة أيضا الشكر للإدارة التنفيذية للنادي والمدير التنفيذي ومديري المقرات ومديري الإدارات وكل الموظفين والعاملين والذين بذلوا الجهد وتحملوا مسؤولية تنظيم وتأمين وتوفير كل احتياجات ولوازم هذه الجمعية. هنأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر إلى اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مهدي أبو فريخة بعد فوزه بانتخابات مجلس إدارة اللعبة. وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا التهنئة إلى مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة بعد فوز معتز عاشور برئاسته. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سعيه للتعاقد مع لاعب سوري في مركز قلب الدفاع مشددا على أن ناديه لم يغلق هذا الملف بعد. وشدد البدري أن المفاوضات ما زالت مستمرة من أجل ضم مدافع متميز لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. ورفض المدير الفني الإفصاح عن أسماء اللاعبين والذين يفاوضهم الأهلي لتدعيم خط الدفاع، وأكد أنه سيتم الإعلان رسميا في حال ضم أي لاعب بشكل رسمي. ألمح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه يدرس تغيير طريقة اللعب في الموسم المقبل بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين خلال الانتقالات الصيفية الحالية حتى تتناسب الطريقة الجديدة مع إمكانات الفريق. وشدد البدري على أن فريقه سيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز كافة اللاعبين للانطلاق لمسابقة الدور الممتاز ومباراتي الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي أنه واجه بعض الصعوبات في بداية فترة توليه مهمة القيادة الفنية للفريق. وأضاف البدري أن الصعوبات كانت كبيرة ولم يشعر بها أحد ولم يكن يمكن أن يشرحها، ولكننا تجاوزنا كل هذه الصعوبات وبات للأهلي شكل واضح وثابت في بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز. وشدد على أن الأهلي لم يصبح فريق النجم الأوحد، فهناك ثبات في الفكر والأداء وهذا ميزة الفرق الكبرى، والأهلي يمتلك شخصية الفريق والتي يمتلكها ريال مدريد وبرشلونة. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا بدنيا مكثفا صباح اليوم الاثنين في معسكر الفريق المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للموسم الجديد ولمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. وقاد التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال البدنية، فقرات الأحمال والجوانب البدنية لرفع لياقة اللاعبين، وحرص حسام البدري المدير الفني للفريق على تخصيص جانب من المران للنواحي التخطيطية والفنية بالكرة. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إقامة ميرانه غدا الثلاثاء على فترة واحدة في إطار معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد ولمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا. واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على إقامة ميران واحد لتخفيف الضغط البدني على اللاعبين بعدما خاض الفريق ميرانه على فترتين خلال الأيام الماضية، وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر مساء السبت، ويتخلل فترة المعسكر إقامة عدد من المباريات الودية. استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على الخامسة مساء الأربعاء لمواجهة فريق النصر في مباراة ودية بمعسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر في إطار الاستعداد للموسم الجديد. وتعد مواجهة النصر الودية الأولى للأهلي استعدادا للموسم الجديد، وسيلعب مع المنصورة في 4 سبتمبر المقبل. للمزيد من التفاصيل حول معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد ينضم الينا الان عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي. محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فيروز، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. محمد، في البدايه عايزين نعرف اخر اخبار معسكر الفريق الاول. يعني في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكي في تقسيمه جماعيه في ختام تدريب اليوم المسائي لفريق النادي الاهلي اللي بيستعد طبعا لانطلاق الدوري العام من خلال دخول الفريق في معسكر مغلق هنا بدا اول امس في اكتوبر. الفريق بيؤدي تدريباته حاليا على ملعب مشروع الهدف ده مركز المنتخبات الوطنيه لاتحاد كره القدم. الحاله الفنيه والبدنيه للاعبين مميزه جدا. بالامس طبعا كان في ثلاثي ما شاركوش في التقسيمه نتيجه بعض الاجهادات البسيطه والاستشفاء والتاهيل زي وليد سليمان وطبعا اسلام محارب، لكن النهارده وليد سليمان شارك في المران الجماعي، اسلام محارب شارك في المران الجماعي، مؤمن زكريا بالامس متواجد في تدريبات الجماعيه والنهارده دخل في التقسيمه الجماعيه بعد ان تعرض لكدمه في الانكل خلال ال 48 ساعه الماضيه والدكتور كان بيحاول يطمئن على حالته، فبالتالي كل اللاعبين موجودين في التقسيمه وفي التدريبات الجماعيه فيما عدا جونيور اجاي. يعني جونيور اجاي كان اول تدريب ليه كان بالامس بعد العوده من الاجازه في نيجيريا، امبارح ادى تدريبات خفيفه ودخل في التقسيمه في جزء اخير، النهارده موجود في تدريبات تاهيليه وتدريب بدني لوحده، لكن شارك في المران البدني بالكامل مع الفريق اول ما نزل للتدريب على ملعب مشروع الهدف. في تقسيمه الجماعيه حاليا دي في ختام المرحله الاخيره من تدريب الفريق النهارده اللي كان تدريب على فترتين، تدريب الـ9 الصبح وتدريب الساعه 5 نهايه اليوم، وخلاص في الجزء الاخير والمرحله الاخيره
استعدادا بقى للمباراه الوديه ان شاء الله بعد غد هنا على ملعب مشروع هدف امام فريق النصر. بكره التمرين ان شاء الله هيكون على فتره واحده الساعه 5 في نفس هذه اللحظات اللي بتكلم فيها معاك يا فاروق. نعم، محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبد الحليم. وبالعودة للأخبار من جديد، منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقبلة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى يقضي اللاعبين هذه المناسبة مع أسرهم وذويهم وعائلاتهم. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في بداية الموسم الجديد والمقرر لها 8 سبتمبر المقبل، كما يستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وإلى أخبار اتحاد الكرة، حيث يختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين تدريباته اليومية على ملعب برج العرب قبل سفر البعثة غدا الثلاثاء بطائرة خاصة إلى كامبالا لمواجهة المنتخب الأوغندي الخميس المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا في رحلة تستغرق 5 ساعات. ويتصدر منتخب مصر جدول المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتحتل غانا المركز الثالث برصيد نقطة، بينما تتذيل الكونغو برازفيل المجموعة بلا نقاط. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني ميراناه الرئيسي في أوغندا في 3 عصر الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، وهو موعد المباراة نفسه على الملعب والذي سيستضيف اللقاء يوم الخميس. انضم الرباعي محمد عبد الشافي لاعب اهلي جده السعودي، وسامي مرسي لاعب وجن الانجليزي، ومحمد النني لاعب ارسنال الانجليزي، ومحمود حسن التريزيجي لاعب قاسم باشا التركي اليوم الاثنين لمعسكر المنتخب الوطني والمقام حاليا في برج العرب. ومن المقرر ان يشارك الرباعي في ميران اليوم مع باقي الفريق في 7 مساء، واكد المهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب ان باقي اللاعبين المحترفين سيصلون تباعا خلال الساعات القليله المقبله. أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر استقر على حارس المرمى والذي سيخوض مباراة أوغندا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 2018، رافضا الإعلان عن اسمه للحفاظ على تركيز اللاعب. وقال ناجي أن تلك المباريات يجب الاعتماد فيها على عناصر الخبرة خاصة، وأن نتيجتها قد تكون حاسمة في مشوار التأهل للمونديال. ويضم المنتخب الوطني الثلاثي شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي وعصام الحضري وحارس مرمى التعاون السعودي وأحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك. أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني لن يضم أي لاعب بديل لمصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي قبل مباراتي أوغندا. وأضاف لهيطة أن كوبر المدير الفني للمنتخب فضل استبعاد اللاعب من مواجهتي أوغندا خوفا من تفاقم إصابته. وأوضح مدير المنتخب أن اللاعب يعاني من كدمة في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقي السعودي في منافسات دوري جنيف.
تعقد اللجنة المشكلة من أندية الدوري الممتاز اجتماعا اليوم الاثنين من أجل مناقشة لائحة رابطة الأندية المحترفة قبل انطلاق الموسم الجديد. وكان مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة قد حدد يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق الدوري في الموسم الجديد، وتضم اللجنة المشكلة كل من محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومحمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، وفايز عريبي رئيس نادي طنطا، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. ومن المنتظر أن تعد اللجنة المشكلة اللائحة كاملة من أجل مناقشتها مع مجلس الجبلاية قبل اعتمادها بشكل رسمي. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أخبار الألعاب الأخرى، حيث يواصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات الأهلي الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد بالتدريبات اليومية بأداء تدريبات لياقة بدنية على الجبال بطريق في البيس 3 مرات أسبوعيا. وأكد ياسر صلاح المدرب العام للفريق أن تدريبات الفريق بالجمل ستستمر بمعدل 3 مرات أسبوعيا خلال أيام السبت الاثنين والأربعاء حتى شهر أكتوبر القادم تزامنا مع بدء مباريات الدوري، ليتقلص تمرين الجبل إلى 2 مرات أسبوعيا. ويهتم الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن بيسا حسني المدير الفني لكرة اليد سيدات بالجانب البدني للاعبات لإعدادهن لمنافسات بطولة أفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي خلال شهر أبريل القادم، وكذلك بدء الموسم المحلي والذي ينطلق يوم 7 أكتوبر القادم. ختمت مساء أمس بطولة الجمهورية للتنس بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد والتي شارك فيها 800 لاعب ولاعبة. نتابع في التقرير التالي مراسم ختام البطولة وتوزيع الجوائز على اللاعبين. البطولة الحمد لله يعني كانت بطولة ناجحة، اشترك فيها حوالي 650 لاعب من جميع أندية مصر في جميع الإيفنتات من أول 8 سنين أو 9 سنين لحد يعني 12 14 16 18 رجال وسيدات. وكان الحقيقة يعني لسه دلوقتي شايفين الفاينل سيدات بين فرح ياسر عبد الوهاب وتقى الاثنين من النادي الاهلي، فالحمد لله هم شرفونا وكنا قاعدين بنتفرج عليهم الاثنين يعني من النادي الاهلي، فكانت المباراه يعني مريحه كده كده اللقب في النادي الاهلي الحمد لله. متعودين في النادي الاهلي قبل اي ايفنت بنجيب المسؤولين عن الايفنت ده او البطوله دي من ملاعب لمدربين لجهاز طبي لنشاط رياضي للأمن، كل للخدمات بتاعت النادي، كل الإدارات بتاعت النادي بتجتمع عشان نحدد الطلبات إيه والمسؤوليات بعد كده لكل إدارة إيه، والحمد لله كل واحد بيعمل دوره. وطبعا الملاعب ليها
وقت ان هي بتعمل لها صيانه. الصيانه دي بتتعمل على طول، احنا ملعبنا كده على طول الحمد لله، في سيستم ماشيين عليه. طبعا السيستم ده بناخده من تربيتنا في النادي الاهلي ومن قيادتنا اللي هو شيرين شمس ومجلس ادارتنا المحترم. يعني كل حاجه بنبقى على تواصل معاهم، بيساعدونا وبيسندونا في كل الوجوه، في اي نقص بيكملوه لنا عشان يعني تطلع بطوله ناجحه الحمد لله. احنا الحمد لله مبسوطين ان احنا موجودين هنا في الشيخ زايد باعضائنا وبيكو طبعا بقناه الاهلي. وطبعا بحب اشكر يعني لجنه التحكيم والحكم العام وكابتن زكي عويس وعسوي وكابتن احمد يوسف، دول حاجه كبيره قوي في الحكم الدولي احمد يوسف. طبعا ده حاجه عالميه، احنا يعني بنشكر اتحاد التنس ان هو حط لنا طقم عالي المستوى زي ده، وده انعكس على مستوى التحكيم في البطوله، كان مستوى حلو جدا. ويعني الحقيقه الناس كلها كانت مبسوطه ومقتنعه بالنتائج وما كانش في اي مشاكل. كانت منافسه طبعا قويه، في الاول كان في ماتشات عاديه شويه بالنسبه لان احنا يعني من اول وثاني واحده على البطوله. الماتش النهائي كان طبعا زي ما شفتوا كان شويه شديد، بس الحمد لله يعني كانت منافسه قويه. فنان كانت كويسه طبعا، المستويات كلها كانت يعني ناس كويسة داخلين فيها، وإداريا طبعا كانت برضو تنظيم كويس، وقت الماتشات كويسة، ملعب كويسة، كل حاجة تمام. بمناسبة الملاعب، هي أول بطولة تقام على ملاعب الأهلي فرع الشيخ زايد. اه دي حقيقة، لأن هو لسه فاتح، فيعني كانت أول بطولة وكانت كويسة جدا، يعني كان تنظيم كويس وملاعب كويسة وكل حاجة تمام. بطولة يعني هي كانت حلوة قوي، يعني أنا أول مرة كنت أجي ألعب بطولة هنا، بس يعني الحمد لله كانت حلوة ومنظمة، ويعني كنا بننزل في الميعاد دايما وكانت كويسة. صراحة أنا بعد فيرست سيت ما كانش عندي أي أمل، لأن هي كانت بعيد قوي في السكور، بس يعني قعدت نزلت تاني ولعبت من الأول، والحمد لله يعني لعبت شوية وكانت حلوة يعني في الآخر، لعبت كويس يعني. أنا بقى في أهلي الجزيرة، بس اتفاجأت يعني إن هنا كان حلو قوي، الملعب كويسة الحمد لله، بس ومنظمة طبعا برضه. الحقيقة النادي الأهلي عودنا دايما على البطولات الكبيرة أيا كان فرع الجزيرة أو مدينة نصر أو هنا في الشيخ زايد. الحقيقة على الرغم إن إحنا عندنا 6 ملاعب بس هنا في الفرع بتاع الشيخ زايد، لكن الحمد لله البطولة كانت ناجحة جدا. كان عندنا حوالي مراحل الفردي بس كان حوالي 10 مراحل. جوائز ماليه للرجال والسيدات، عملنا مراحل زوجي، 7 مراحل زوجي على الاسبوعين. كان عندنا حتى بطوله 9 سنين و10 سنين، دي كانت برضو كان فيها حوالي 115 لاعب لوحدها. اجمالي عدد اللاعبين المشاركين في البطوله كان حوالي 607 لاعب، وده يعتبر رقم كويس جدا بالنسبه للبطولات. احنا دلوقتي بنعمل في اتحاد التنس دلوقتي عشان يقدر يستوعب كل لاعيبه التنس الموجودين مسجلين، بيعمل مجمع بيبقى فيه اكتر من بطوله، مش اكتر من بطوله لا، ده دلوقتي كمان وصلنا لست بطولات. ست بطولات، التنظيم بتاع بطوله الاهلي هنا جريد 2، ده يعتبر تصنيف كويس جدا، برايز ماني للرجال والسيدات، وده بيجيب لعيبه كبيره على مستوى عالي، لان طبعا النقط بتاعه الجريد 2 دي اعلى من النقط الثانيه بتاعه بقيه البطولات. وده الحمد لله اثر طبعا، ان احنا كان عندنا ماتشات قويه جدا. كان عندنا المصنف الاول على البطوله في الرجال مهاب سامي حامد، ده ترتيبه 6 على مصر. اللاعب وصل لحد الفاينل، بس في لعيب تاني يعني ناشئ كسب البطولة اسمه أدهم إبراهيم جابر، وكان ماتش حقيقة نهائي، كان ماتش عالمي يعني، كان ماتش كويس جدا جدا يعني. فالحمد لله المستوى التنافسي كان عالي جدا، نظرا لأن البطولة أصلا التصنيف بتاعها عالي، حتى لو كان في وسط 5 بطولات معاها، لكن الحمد لله عدد اللعيبة المشاركين حوالي 607 لاعب، ده يعني ده معناه إن الحمد لله البطولة كويسة جدا يعني. فاصل قصير ونعود إلى متابعة آخر أخبار الرياضة العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتألق صلاح في مباراة فريقه ضد أرسنال والتي فاز فيها ليفربول برباعية دون رد، سجل منهم صلاح الهدف الثالث. وينضم صلاح لصفوف المنتخب من أجل المشاركة في مباراتي أوغندا في تصفيات المونديال يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل. اكتسب المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الفحوصات الطبية المعتادة قبل التوقيع على عقد انتقاله لصفوف برشلونة الأسبانية لعدة مواسم قادما من بروسيا دورتموند الألماني. وحظي ديمبلي باستقبال تاريخي في ملعب الكامب نو بعد انتقاله للفريق في صفقة بلغت 105 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 42 مليون يورو أيضا. أبدى لاعب وسط نيس الفرنسي الإيفواري جان ميشيل سيري استياءه الشديد من إدارة ناديه عقب فشل مفاوضات انتقاله إلى برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التفكير الآن بعد انتهاء حلمه للعب للفريق الكتالوني. وقال اللاعب في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو أنه يمر بحالة سيئة وأنه في وضع محرج ولم يعد يستطيع التفكير في كرة القدم بسبب فشله في تحقيق حلمه بالانتقال لبرشلونة. علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني على صفيرات الاستهجان والتي شهدتها مباراة الفريق أمام فالنسيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضد الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما. وقال زيدان أن الجمهور هنا يفعل ما يحلو له مؤكدا أن بنزيما وصل للمرمى ولكنه لم يكن موفق وأنه من الوارد أن الكرة لا ترغب في دخول المرمى. وعن بيل قال زيدان أنه لاعب مهم للفريق وأنه سيعتمد عليه وعلى باقي اللاعبين. كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي حقيقة رحيله عن البلوز خلال الصيف الجاري مؤكدا أنه ملتزم بعقده مع النادي ولا يوجد لديه أي نية للرحيل. وأضاف كونتي أن العمل الكبير والذي يقوم به تظهر نتائجه على الميدان مؤكدا على سعيه بكل قوة لتطوير اللاعبين والفريق ككل. وأوضح كونتي أن سوق الانتقالات لم يغلق بعد وهناك فرصة حتى نهاية الأسبوع الجاري للتعاقد مع صفقات جديدة للمزيد من التدعيمات. أبدى نادي نابولي الإيطالي اهتمامه بضم البلجيكي سيمون مينيولاي حارس مرمى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض الرحيل المحتمل لحارس الفريق بيبيريانا والمطلوب في باريس سان جيرمان الفرنسي. واستبعد مدرب ليفربول يورجن كلوب حارسه البلجيكي من قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة والتي فاز فيها على أرسنال برباعية دون مقابل أمس الأحد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وأشرك بدلا منه الألماني لوريس كاريوس.
اعتبر ألكسندر زافرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أن قرار إقامة مباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في 13 دولة كان خاطئا، مؤكدا أنه لن يفعل ذلك مجددا. وقال زافرين لمجلة كيكر الألمانية أن الإجراء تخلله العديد من الصعوبات، تتضمن على سبيل المثال اختلاف التشريعات بين الدول واختلاف العملات النقدية المتداولة، مضيفا أنها فكرة لطيفة وترمز لوحدة أوروبا ولكنها أيضا لن تكون نموذج نسير عليه في المستقبل. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الأخبار، أيمن أشرف منتخب أوغندا قوي والفوز هدفنا في اللقاء. من الجمهورية طاهر يرسل اللائحة للأولمبي. ومن الوفد حسام البدري البعض لم يشعر بالصعوبات والأهلي يمتلك شخصية ريال مدريد. من المصري اليوم الأهلي يتدرب فترة واحدة غدا. ومن الوطن سبورت البدري من الوارد تغيير طريقة لعب الأهلي بالموسم الجديد. ومن الشروق الأهلي يعير أحمد حمدي إلى أودينيزي مقابل 150 ألف دولار. من البوابة نيوز برنامج بدني مكثف للاعبي الأهلي في 6 أكتوبر. ومن فيتو الأهلي يختبر إسلام محارب طبيا قبل ميران اليوم. في الجول الأهلي يفعل إعارة أنطوي للمقاصة خلال 48 ساعة. ومن الأهلي دوت كوم عودة أجاي ومشاركة مؤمن بعد التخلص من الإصابة. من يورو سبورت عربية، مجلس الأهلي يعتمد نتيجة الجمعية العمومية ويخطر بها اللجنة الأولمبية. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 30 أغسطس من عام 2003 الأهلي يهزم الزمالك 3-1 ويتوج بكأس السوبر المصري. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم وفي أمان الله.